تمام يا فندم. المهندس حسن الشامي، شركة حسن علام للإنشاءات، الشركة المنفذة للمشروع يا فندم. مصنع التركيز يا فندم تم إنشاؤه على مساحة إجمالية 62 فدان، ويتكون من 4 أجزاء رئيسية يا فندم، بداية من البحيرة الصناعية بإجمالي مسطح 83,000 متر بعمق 5 متر، كراك تحيا مصر يا فندم، كراكة كهربائية هولندية الصنع بمعدل تكريك 2500 طن ساعة. المصنع العائم يا فندم بإجمالي مسطح 2800 متر والخاص باستخلاص الركاز بمعدل 158 طن ساعة. هنا يا فندم بيكون منطقة تشوين الركاز اللي بيتم نقله باستخدام الشاحنات إلى مصنع فصل المعادن. وأخيرا يا فندم منطقة تجميع الرمال الصفراء والشوائب اللي بتستخدم في عمل التسويات والردم خلف الموقع. الحقيقة يا فندم طريقة تنفيذ المصنع العائم كانت تحدي كبير بالنسبة لنا، كونه أول مرة يتم تنفيذه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قدرنا يا فندم نتوصل لطريقة مبتكرة تمكننا من العمل على التوازي في تجهيز البحيرة الصناعية لاستقبال كراكة تحيا مصر، وفي نفس الوقت نجمع وننشئ المصنع العائم. وده يا فندم عن طريق عمل حوض جاف باستخدام الستائر اللوحية المزدوجة بعمق 20 متر. قدرنا يا فندم نجمع المصنع بالكامل داخل الحوض، وتم تعويمه أيضا يا فندم داخل الحوض بالاستعانة بمكتب استشاري إنجليزي. وبكده يا فندم قدرنا نوفر 6 شهور في مدة تنفيذ المشروع. أي أوامر يا فندم؟ تمام يا فندم. مهندس رضا حمادي، المدير التنفيذي للشركه المصريه للرمال السوداء. مجمع مصانع الفصل يا فندم اقيم على مساحه 80 فدان، وهو يحتوي على مجموعه من المنشات والمناطق الصناعيه. نبدا بالمنطقه الصناعيه يا فندم، ويتكون من عدد 6 مصانع لفصل عدد 6 معادن اقتصاديه ثقيله. اول مصنع عندنا وهو مصنع فصل معدن الماجنتايت وتجهيز الخامات لباقي المصانع. المصنع الثاني هو مصنع الزيركون، مصنع الروتايل، مصنع المونازايت، مصنع الالمانايت والجرنيت، الى جانب مجموعه من المنشات التي تخدم العمليه الصناعيه زي ورشه اصلاح وصيانه المعدات، مخزن قطع الغيار، معامل البحوث والتطوير، وعندنا محطه الوقود، عندنا محطه تحليه مياه البحر ومعدل انتاجها 4200 متر يوميا، خزان للمياه الصناعية اللي بنستخدمها في المياه الصناعية، وخزان ده بيسع 46,000 متر مكعب. عندنا المبنى الأخير اللي في الخدمي هو مبنى التعبئة والتغليف، إلى جانب وجود عندنا بعض المناطق الأخرى اللي بيتم فيها تخزين وتشوين باقي المنتجات، مع المنطقة الإدارية اللي بتخدم العملية الصناعية، وأخيرا عندنا المنطقة الخضراء واللاندسكيب الموجودة في المصنع. أي أوامر يا فندم؟ سميع عبد الستار البلوي.
معمل البحوث. استاذن سيادتك يا فندم في بدء شرح معمل فصل المعادن. كيميائي اسلام ابراهيم الحب، مسؤول معمل فصل المعادن. في المعمل سيادتك بيتم اجراء الاختبارات الكيميائيه اللازمه لتحديد نسبه المعادن الثقيله ومساعده فريق التخطيط لتحديد الاماكن الغنيه بالرمال السوداء، بالاضافه لمتابعه العمليات الانتاجيه بمجمع مصانع الفصل والتركيز، وذلك لضمان مطابقه المنتجات للمواصفات القياسيه العالميه. المعمل سيادتك بيشتمل على المنخل الهزاز لازاله الاحجام الغير مرغوب فيها، الميكروسكوب لمعرفه الشكل البلوري للمعادن، ميزان الكتروني لوزن العينات، فرن لتجفيف العينات، جهاز التنظيف بالموجات الفوق صوتيه، جهاز القلاب الكهربي للتخلص من المواد العضويه والكربونات باستخدام المذيبات الكيميائيه، مجموعه الفصل الكيميائي باستخدام البرومو فورم. اي امر يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. مسؤول معمل تحليل العناصر بالاشعه السينيه، الغرض من المعمل قياس تركيز العناصر الموجودة في الخامات المعدنية المختلفة ومراقبة جودة الإنتاج. المعمل بيتكون سيادتك من جهاز طحن العينات الرملية للوصول بها إلى الحجم الحبيبي المناسب للتحليل، ميزان إلكتروني شديد الدقة لتحديد وزن العينة، فرن احتراق للتخلص من المحتوى المائي والعضوي الموجود بالعينة، جهاز صهر العينات للحصول على أقراص زجاجية متجانسة ممثلة للعينة تمهيداً لعملية التحليل، جهاز التحليل الكيميائي للعناصر بالأشعة السينية XRF. أي أوامر يا فندم؟ متشكر لحضرتك جداً، شكراً جزيلاً. مسؤول معمل البحوث والتطوير، المعمل هنا يا فندم بينقسم إلى جزئين، الجزء الأول لتحضير العينات طبقاً للمواصفات المطلوبة لكل معمل، وفيه يتم تجفيف العينة باستخدام الفرن الكهربي. بعدها بنقوم بتقسيم العينة إلى عينات أصغر تحمل نفس خواص العينة الأصلية باستخدام المقسمات، تتبعها عملية الغربلة لإزالة الأحجام الغير مرغوب فيها باستخدام المنخل الهزاز. بعدها يا فندم بنقوم بإرسال العينات إلى المعامل المختلفة للبدء في إجراء الاختبارات اللازمة. الجزء الثاني من المعمل يا فندم البحوث والتطوير، وفيه يتم تحديد المشاكل التي تواجه عمليات الفصل داخل المصانع وتقديم الحلول المناسبه لها لتطوير الانتاج والحصول على اعلى جوده ممكنه. بيشتمل المعمل يا فندم على 5 أجهزة مصغره مشابهه لمعدات الفصل الموجوده داخل المصانع، وهم اجهزه الفصل المغناطيسي، وتتمثل في جهاز الفصل المغناطيسي بالبكره الممغنطه، جهاز الفصل المغناطيسي بالاسطوانه الممغنطه، جهاز الفصل المغناطيسي بالمغناطيس المستعز، وجهاز فصل كهربي، ويتمثل فيه جهاز الفصل الكهروستاتيكي اللوحي، وجهاز الفصل بالجاذبية، ويتمثل فيه جهاز الطاولة الهزازة. المعمل أيضا يا فندم مجهز بجهاز الترشيح بالضغط للتخلص من كل المياه الناتجة باستخدام جهاز الطاولة الهزازة للحصول على عينة كاملة دون فقد في المحتوى الصلب لها، وميكروسكوب ضوئي للتعرف على المعادن للتأكيد على جودة الفصل. أيوة يا فندم. الله يخليك يا فندم. الله يخليك.
سير العمليه الانتاجيه داخل المصنع. المصنع بيقوم برفع جوده معدن المونازايت وفصله عن الشوائب الموجوده فيه ميكانيكيا عن طريق استخدام الترابيزات الهزازه، وبيتم تغذيته يوميا ب 14 طن من خام المونازايت قادم من مصنع الزيركون الجاف. والطاقه الانتاجيه اليوميه للمصنع هي 400 كيلو جرام من معدن المونازايت، وبيتم تعبئه المنتج داخل المصنع في براميل بتزن 200 كيلو جرام. اي اوامر يا فندم؟ مهندس عبد العزيز عثمان، المهندس المسؤول عن مصنع اعداد وتجهيز الخام للمصانع. تم انشاء المصنع على مساحه 1050 متر مربع بارتفاع 20 متر، ويتكون من 3 طوابق. وام سيادتك يا فندم شاشه العرض العمليه الانتاجيه داخل المصانع. الهدف من المصنع يا فندم هو استقبال الخام القادم من مصنع التركيز لاعداده وتجهيزه وتغذيته للمصانع الاخرى بمعدل تغذيه 2320 طن يوم عن طريق السيور الناقله التي يتم تغذيتها باللوادر من منطقه التشوين. يتم بالمصنع يا فندم مجموعه من عمليات الفصل المغناطيسي والميكانيكي للحصول على 3 منتجات: خليط الالمنايت والجرن بطاقه انتاجيه 1080 طن يوم، خليط الروتايل والزيركون والمونازايت بطاقه انتاجيه 948 طن يوم، منتج نهائي معدن المغناطيسي بطاقه انتاجيه 40 طن يوم. اي امر يا فندم؟ مهندس ابو السعود هارون ابو السعود، المهندس المسؤول عن مصنع الروتايل. المصنع تم انشاؤه على مساحه 4260 متر مربع بارتفاع 32 متر، ويتكون من 6 طوابق. وامام سيادتك يا فندم على الشاشه عرض توضيحي لسير العمليه الانتاجيه داخل المصنع. الهدف من المصنع يا فندم فصل خام الروتايل عن خام الزيركون باستخدام مجموعه من عمليات الفصل الكهربائيه والمغناطيسيه. بيتم نقل الخام الى المصنع عن طريق السيور الناقله التي يتم تغذيتها باللوادر من منطقه التشوين بمعدل 948 طن في اليوم. الطاقه الانتاجيه للمصنع يا فندم منتج الروتايل 49 طن في اليوم، خام الزيركون 224 طن في اليوم. اي اوامر يا فندم؟ مهندس اسلام سيالم، المهندس المسؤول عن وحده التعبئه والتخزين. الهدف من الوحده يا فندم هو تعبئه 4 منتجات نهائيه بعد اجراء عمليات الفصل والتركيز عليها في مصانع الفصل المختلفه. تحتوي الوحده يا فندم على 4 وحدات للتعبئه،
وحدة تعبئة منتج الجرنت، وتقوم يا فندم بتعبئة المنتج بدقة إنتاجية 67 طن يوم. وحدة تعبئة منتج الزيركون، وتقوم يا فندم بتعبئة المنتج بدقة إنتاجية 104 طن يوم. وحدة تعبئة منتج الليكوكسين، وتقوم يا فندم بتعبئة المنتج بدقة إنتاجية 16 طن يوم، وهو درجة من درجات الروتايل. وأخيرا يا فندم وحدة تعبئة منتج الروتايل، وتقوم يا فندم بتعبئة المنتج بدقة إنتاجية 33 طن يوم. أي أوامر يا فندم؟ السوداء ويشمل دراسة الجدوى الاقتصادية الشاملة لمنطقة كثبان البرولوس المكودة عالميا من 9 مجلدات، أماكن تواجدات الرمال السوداء في جمهورية مصر العربية على ساحل البحر الأبيض المتوسط وساحل البحر الأحمر، المعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء واستخداماتها، الانتاج السنوي من هذه المعادن والقيمة المضافة لبعض هذه المعادن. في إطار استراتيجية الدولة لم تدخر القيادة السياسية جهداً لإعادة اكتشاف ما تخفيه الأرض المصرية من كنوز وتحقيق النهضة الصناعية عبر استغلال ثرواتها الطبيعية ومنها الرمال السوداء المتواجدة على الشريط الساحلي وبالقرب من مصبات الأنهار. معدن الإلمينايت ويوجد في الرمال المصرية السوداء بنسبة عالية، حيث تصل نسبة التيتانيوم في المعدن إلى 48%، ويعتبر المصدر الرئيسي لإنتاج أكسيد التيتانيوم عالمياً. يتم فصل وإنتاج المعدن من الركاز المغناطيسي الناتج من وحدة التغذية الرئيسية بمصنع فصل المعادن، ويمكن استغلال الخام لإنتاج بعض المنتجات الصناعية الهامة مثل صناعة الدهانات، البلاستيك، الورق، المطاط، المنسوجات، مستحضرات التجميل، الجلود، سبيكة الفروتيتانيوم والتي تستخدم في إنتاج الصلب الكربوني، الصلب المقاوم للحرارة، كما يستخدم في صناعة هياكل الطائرات والغواصات. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 298 ألف طن. العوائد الاستثمارية المتوقعة حوالي 3 مليارات دولار لصناعات القيمة المضافة لمعدن الإلمينايت. الزركون. يوجد معدن الزركون في الرمال المصرية السوداء بنسبة عالية، حيث تصل نسبة الزركونيوم في المعدن من 60 إلى 66%. يتم فصل وإنتاج المعدن من الركاز الغير مغناطيسية الناتج من وحدة التغذية الرئيسية لمصنع فصل المعدن، ويمكن استغلال الخام لإنتاج بعض المنتجات الصناعية الهامة مثل السيراميك، الزجاج، التجهيزات الصناعية، سبائك المواتير، الصناعات النووية، قلوب المفاعلات، الصناعات الإلكترونية، طب الأسنان. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 25 ألف طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونوس. معدن الزركون.
معدن الماغنيتايت. تحتوي رمال المصرية السوداء على معدن الماغنيتايت، ويتم فصل المعدن من وحدة التغذية الرئيسية بمصنع فصل المعادن، ويستخدم في العديد من الصناعات، حيث يدخل في صناعة الحديد الإسفنجي، الحديد الزهر عالي الجودة، صناعة الفيروتيتانيوم، تثبيت وإزالة ملوحة التربة. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 12,000 طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونكس. معدن الماغنيتايت. معدن الروتايل. تحتوي الرمال المصرية السوداء على معدن الروتايل، ويعتبر أحد المصادر الرئيسية لإنتاج أكسيد التيتانيوم. يتم فصل وإنتاج المعدن من الركاز الغير مغناطيسي الناتج من وحدة التغذية الرئيسية بمصنع فصل المعادن، ويمكن استغلال الخام لإنتاج بعض المنتجات الصناعية الهامة مثل صناعات أنواع الحبر، الأدوية، الصابون، المواد الغذائية، بالإضافة إلى صناعة أسياخ اللحام. يساعد معدن الروتايل في إنتاج أكسيد التيتانيوم والروتايل المخلق والنانو روتايل في جذب استثمارات كبيرة. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 11,000 طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونكس. معدن الروتايل. معدن الجرانيت. تحتوي الرمال المصرية السوداء على كميات كبيرة من معدن الجرانيت. يتم إنتاج معدن الجرانيت من الركاز المغناطيسي الناتج من وحدة التغذية الرئيسية والمعالج بمصنع فصل المعادن. ونظراً لصلابة المعدن العالية، فإنه يستخدم في العديد من الصناعات الهامة مثل فلاتر المياه، تلميع الأسطح المعدنية بضغط الهواء وضغط الماء، القطع بضغط المياه، أحجار الجلخ، أوراق الصنفرة، دهانات الواجهات. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 23,000 طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونكس. معدن الجرانيت. معدن المونازايت. تحتوي الرمال المصرية السوداء على معدن المونازايت، ويعتبر مصدراً استراتيجياً لإنتاج العناصر الأرضية النادرة 14 عنصراً، بالإضافة إلى الثوريوم واليورانيوم. يتم إنتاج معدن المونازايت من الركاز الغير مغناطيسي بوحدة التغذية الرئيسية بمصنع فصل المعادن. يدخل معدن المونازايت في مجموعة كبيرة من الصناعات المتطورة تكنولوجياً والصناعات الإلكترونية، صناعة المواد فائقة التوصيل، صناعة مواد الفلوريسنت، صناعات الزجاج عالية الجودة، والكريستال النحوي. يستخدم أيضاً في الصناعات النووية والأجهزة المغناطيسية والأجهزة الطبية. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 145 طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونكس. يساعد في جذب مجموعة من الاستثمارات الهائلة لمجموعة كبيرة من الصناعات المتطورة. معدن المونازايت. وبمثل هذه الاستراتيجية نجحت مصر في توطين المزيد من الصناعات وفق أحدث النظم التكنولوجية.